السلام عليكم بنات، كيف دايما لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وسانك سانك كما العاده. اليوم نهار قبل العيد، يعني غدا ان شاء الله العيد. كنبغي نقول لكم مبروك عيدكم. الفيديو غيتحط بيان سور، غتكونوا ديجا العيد، يعني كنقول لكم كيفاش شواكم. المهم اليوم غنوريكم المراه المغربيه اون جينيرال شنو كدير النهار ديال العيد او النهار ديال قبل العيد، شنو كتوجد. لا ماما خليني نهضر. شنو كتوجد، شنو كتقاد، شنو كتصاوب. المهم غتشوفوا معايا روتين اليوم. مالك؟ لا سيري عند ختيتي باش تعومي، يلا سيري. المهم دخلت اول حاجه اليوم الصباح، مشيت مع احمد للصالون، مشيت درت لاسيغ حيت كانوا رجليا ما نقولش لكم، وقال لك غنلبس غدا الجلابه. مشيت درت لاسيغ لرجيلاتي، عاملين هنا فرشيطة ويلي ويلي ويلي، كاع ما شتها، مشيت طيحي عليها ولا شي حاجة. المهم يا هديك رجعت، مشيت للمخبازة جبت الخبز اللي غيكفينا هادي تلت أيام. ما مالك؟ يلا صافي سيري عند ختي باش تعومي، يلا هرسي هرسي نص الكلاس. المهم خديت الخبز، خديت الفاخر، خديت شنو خصني. التليفون كنت نسيته هنا كيتشارجا، ما قديتش نصور لكم الروتين من الصباح. جيت دابا للدار، ديبانيت الدراري في الغداء، درت لهم شويه ديال البطاطا بالملحه والكمون، ودرت لهم شويه ديال الكفته. تغداو ودابا دخلت سلمى كدوش. انا سلمى معلمه كدوش بوحدها، فقط في الاخر كندخل باش كنسرح لها شعراغي هكا بالماسك وصافي. هادشي اللي كاين. بعد ما غندوش لبناتي بيان سو غنحط مالك نعاس، حيت هادي جوج لاروب ضروري تنعس ولو غير ساعة المكانة. وانا في هذيك ساعة المكانة بيان سو غندير الشقة ديالي، غنحك الدار، غنجمع، غنوجد شنو غنحتاج لغدا ان شاء الله العيد الى صبحنا حيين. كنت بغيت نحط هاد ثلاثة السديدات نحطهم، قال لي احمد بلاش غير هاد الفوتوي هذا ونديرو الطبيله تما، ويعني ماشي ممكن معنا حد غير بوحديتنا. قلت ليه صافي، يعني اصلا يعني العيد في العشيه ان شاء الله غنسافر، وداكشي قلت بلا ما نهبط لاصاله لا والو حتى ان شاء الله يدخلوا الدراري المدرسه. المهم شتوني يلا حيد دابا هذا ليزار هذا اللي كان هنا، انا كندير فيه ليزار، وكل 3 ايام 4 ايام كنحيد داك ليزار كيتصبن، حيت الدراري صغار. بنتي كتهز ها هي السوسات، ها هي بونبون، ها هي هادي، وهذا ناب، ها البنان، كيولي حالته. داك ليزار كنحيدو باش يبقى نقي. المهم اول حاجه حيدت ليزار، اي اي اي. المهم ها هو ليزار اللي كنت دايره ولا حالته، حيدته. ودابا غادي نبدا معكم الروتين ديال المراه المغربيه نهار قبل العيد، شنو غادي دير. كنتمنى تتابعوني كي داب زحمه سلمى سد عليها في الدوش ومالك كتحل عليها الدجاجه. ايوا واش غادير؟ اول حاجه كندير هي كنجمع هاد الشكلات، سمعوا اختيتي، كندير ليه بحال هكا، وكندير ثاني حاجه الرقيه الشرعيه في التلفازه، كنتصنت لها كنرتاح، وكتحمي ليا البيت ديالي والابناء ديالي. وكثروا من الدعاء في هاد الايام هادو اللي حقاش عظيمه عند الله. انا البارح كنت صايمه وكنت فرحانه حين صايمه، وكنصلي بواحد الخشوع وكنطلب الله، وحاشا الله واش خلي شي واحد مظلوم. المهم ديما دعي الله وتقربي من الله، فاش تضيق عليك الدنيا تقربي من الله. وهذا الشيء اللي كندير انا، غنطلق دابا الرقية الشرعية حيت كنرتاح وغنبدا. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. عجي مالك، هذه باش تنزل ديك اليوم. ليهم حطيت كل وحده فراشها، غنحيد لهم دابا الطابليت. بعد ما بدلت لهم لي زور ديال النوامس والمخدات، عاد حطيتهم ينعسوا شويه. سلمى حتى هي بغات، لا ما هي ما تنعش، هي كدير هكا حدا، كتكا هكا حدا اختها باش اختها كتنعس، حيت مالك ما كتبغيش تنعس، كتقول لك حتى تنعس مالا اختيتي. ايوا حطينا اختيتها حدا، يلا مالك عطيني ماما الطابليت نديرو باش نديرو تشيز. يلا عطيني ميرسي، يلا دغيا مدعوينا ديفي دودو. موسيقى
المهم البنات من بعد ما ولات الدار كتشعل كل هاد السيقات وتحكات وجدت شنو غيتوجد خصني حتى انا نولي كنشعل مي بيان سور مي باوي عشرت مالك غندخل عند باب واحد مولاتي الفركه وهانتوما معايا بعد اول حاجه غندير واحد الكوماج اللي الملفه كنستعملو كيعجبني انا جبتو لكم وما جبتوش هو هذا ديال القهوه غزال هذا كنديرو لوكور كامل كيرجع لابو كترجع كتشعل المهم غندخل مع عند مالك باقا ناعسة غندخل نضربها مولاتي الفركة وهانتوما معايا صافت صافت عييت ولكن يا البنات ريحة جافيل نامي نامي كنموت على ريحة جافيل فاش كتكون الدار نقية وريحة جافيل الصفاء الله إوا ياختي واحد التدويشة معتبرة واحد التدويشه خطيره كندهن فحال هكا فاش كنسالي مازال مالك ناعسه كندهن اللحمي هذا كان جابته لي خالتي من كندا تحيه خالتي في كندا ندهن تبش ليا ايوا شنو اختي نتهلا ونسكسكو على الحاله راه الراجل كاع ما كيعرف راكي كنتي كتشقعي يشوفك حالتك يبدا يهرب منك ما تنسيش راسك ما تنسيش راسك ما تهمليش راسك هي شقاي ضربي تماما نقي دارك ودي دارك كتشعل وليداتك كيشعلوا وتنتي اختي ما تنسيش راسك سمحي ليا يعني بصراحه ايوا اش غندير دابا بليزا واخا عندي زعما كلشي في الصالون ولكن حتى هادي عندي فيها كلشي كنجبد كنجبد لالين هذا اليدين هذا الرجلين هذا بوليسوار ايوا كندير بحال هاد الوينات ضروري واحد سميتو واحد ستوري في الانستغرام وبزاف البنات بداو كيدخلوا عندي لي في هذا البريفي كيقولوا لي اسماء البيجامات اللي وليتي كتلبسي زوينين اسماء البيجامات واعرين اسماء سعداتك كنبغي نقول لكم الناس اللي كانوا يعني شحال هادي متبعيني شحال هادي عقلت على واحد القضيه وقلت والله حتى نقولها شحال هادي كانوا متبعيني واحد الايام واحد الايام كان كلشي كيضحك عليا واحد النوع ديال المتتبعين كانوا كيقولوا لي ويلي عندك غير جوج بيجامات بيجامه كتحطيها تصبن وبيجامه كتلبسيها حيت كنت روتين كل روتين كان بان بيجامه وفعلا بصح كانوا عندي غير جوج بيجامات وكنت كنبقى نبدل بيهم كنصب الاخرى والاخرى حتى كتنشف وكنبدل الاخرى ولكن هذا ماشي عيب ماشي مشكل حيت كانوا عندي اولويات اخرين كنت ما عنديش مشكل في البيجامات وتا دابا هاد البيجامات هادو كيجوني كادويات يعني ماشي كناخذهم كيجوني كادويات المهم ساليت الضفيرات كما شفتوا درت هاد لاكولا هذا بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي نابي شحال مطوله ضفارك راه ما مطولاهمش راه لي سباس ديال الضفر عندي طويل
لسباس ديال الدفر عندي طويل، اما هما ما طوالش عاديين. المهم نخليهم ينشفوا وغنوض نشف شعري وانا معاكم. ماما عطاتنا لا كريم، كي دهنوا لا كريم يساليوها ليا الحليب دغيا ساليتيها. عيدي بالله عيدي بالله. المهم فقت مالك، المهم ما نشفاتش ليا الصباعه حيت مالك خرجت لي الضفار ديالي، كانت يلا فاقت وهي فاش كتفيق خصها تعناق. يلا وحيده مالك مالك، ويلي شحال طلع كريم دارت لها، درتي لها بزاف. سلمى الفيديو حتى هي كدير ان روتين حتى تشوفوا في القناه ديالها، غتشوفوها في لو بيتي اي. تلعب هاد الماريو كارت ماما تالي حتى عرفت حتى التليفون. حيت نخرج نجيب بلاطو الحلوه ماريو كارت 3 ولا 2 ديال 2 بلاطو الحلوه نخليته غير في الصالون ماريو كارت، حيت ما جبتو الصباح نسيتو في الصالون وندوز باقي خاصني شي حاجه. المهم قبل ما نخرج نخدم لا ماشين الكحل، عندي الكحل باش نجي نلقاهم ناشفين ونشرهم. يلا تخرجوا معايا. المهم البنات انا خرجت دابا مع بنياتي، غدا الولاد وجيه ناخذ كاع شنو خاصني وهانتوما معانا. وهانتوما معانا ما تخافي يا ماما ما نهضروش. زوين 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 الله يلا بغداد زوين 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 الله هنا يا سبتوتا يا مول زيتونا هضري وحلتا هضري وانت انا يخصني ندير فيديو دابا كنتناوبو انا وياه على التليفون. المهم البنات قبيله ساليت ما عاودتش هضرت معاكم، قلتو او هادي مشات للخباز مشات لولاد وجيه تلفات. المهم اصلا اختي ما كايناش مشات تعيد في وزان، هو انا عيط لي احمد كنت غاده مع ليا ما بيا عيط لي احمد خديت غير السودانيه احمد كتعجبو السودانيه، عيط لي قال لي اجي الصالون راه الصالون عامر تبارك الله ما شاء الله مع دابا العواشر، قال لي اوموا اجي قابلي لينا غير لاكيس. ولكن مشيت صدق حتى كنخدم، يعني خدمت كليان غير هكا حجبان هذا حيت تبارك الله كانوا بزاف وغيبقاو يساينو بقيت كنعاونو داكشي. ويلا جيت دابا ما عرفتش شحال في الساعة، سلمي يلا شوفوا شحال في الساعة 12 الله ربي. يلا دخلنا سليني معايا هي جا الجوع شوية لوكاتا هي باقا فايقة. المهم عاد غندخل الكوزينة، الصراحة درت الما يطيب غندير غير روز ولا هكا شي حاجة ليهم دغيا اللي ياكلوها وينعسو حيت مشى الحال، وكنت خدامه يعني ماشي كنت في شي بلاصه وعاد غتشوفوني شنو غادي ندير. المهم البنات جبت دغيا العجانه، قلت غيبقاو يسينوني المخامر حتى الغدا، قلت اللهم نحيدهم عليا دغيا نصبح مهنيه غدا ما تكون عندي لا تمام لا والو، واخا مشى الحال ماشي مشكل. المهم هنايا درت الفينو، درت تقريبا نص كيلو ديال الفينو، ودرت هنايا نص كيلو ديال السميده، ودرت خمامه هادي وحده ياك ومعلقه صغيره ديال السنيده باش كتجي كيجيو محمرين فني. غنخدم لهم الماكينه غنخدم لهم العجانه وغنشوفوني الطريقه ان شاء الله. شوفوا احمد كيطيب ستيك لماستون طيب ليا معاك انك انا ما كناكلش اصلا اللحم هكا ما كيعجبنيش هو كياكلو هكا. المهم صافي ها هو هي قربات بدات كتعلق وصافي غنحطها باش تخمم شي شويه وانتم معانا. Thank you.
مازال ما ساليتش، حسيت بكم عييتو. يلا بديت كنغسل المعان المخمع مازال ما ساليتوش، وهذا الشيء راني غير درتو زعما كبير ما درتهمش صغيرين، يعني اللي شدوا ليا اليد. بديت كنسلق بطاطا وغنسلق خيزو وغنسلق الروز. بالنسبه للشلاضه ديال الغدا باش تشوفوا شحال الساعه وباقي اختكم في الكوزينه وكلشي ناعس. الجوج وتولوت حمد نعس حيت عياد دابا بينعسو، واختكم باقا وجدت الطبيله. انا كنوجد كلشي في الليل، يعني كنوجد الطبيله ديالي ديال الفطور غدا ان شاء الله الا صبحنا حيين. وصافي باقا كنغسل المعان. هذا بلاطو ديال الحلوى اللي وصلنا من عند الصويري اللي عندنا معروف هنا في قنيطره. بلاطو كله لوز غزال، هذا شاط ليا مع الزفت الاخرى. وصافي هادشي اللي كاين، وصافي غنحبس هنا حيت عييت وانتوما عييتو. المهم كنبغيكم بزاف، وتحيه لاي امراه عندها نفس الروتين، وتحيه لاي امراه كتكافح من اجل الوليدات ديالها والاسره ديالها. برافو عليك، كنبغي نقول لك شابو ليك. راه ماشي غير جا ربي وقدرك، حيت امراه وقاده. كنتمنى لكم الخير، وواشكم مبروك، عيد مبارك سعيد. ونمشي نسالي، انا متاكده غنسالي ديك الثلاثه في حاله كنسالي، وضروري نفيق بكري، يعني ديك 6 ونص خصنا نمشيو للولاد السبيطار نجيبو الحولي ديالنا، حيت الحولي ديالنا خليناه تما. وصافي هادشي اللي كاين، وتصبحوا على خير، باي باي عليكم. المهم البنات، واخا قلت لكم باي باي، ولكن قلت والله حتى نقول لهم معايش نعست ثلاثة وقص ماي، ولكن درت كلشي كلشي. انا درت كلشي بالنسبه للسلطه، وجدت خيزو بطيطه مسلوقين للغدا ان شاء الله. حطيت في الطبله شنو غنحتاجو للغدا ان شاء الله. حكيت البوطه، كلشي كلشي ساليت. غدا نوض غير نفطر ان شاء الله، كلشي عندي مقادو.